قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج بي في رحلة المعراج مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم والعياذ بالله. فسألت من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، يسلط الله عليه نفسه. ولماذا يقطع وجهه وصدره؟ قال لك لأن الغيبة دي بتكون بالفم، وهذه الغيبة إنما كانت نابعة عن حقد وحسد في القلب، فتقطع هذا القلب والعياذ بالله.